الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقنا الله وإياكم لكل خير وصلنا إلى العلم وقال المحقق الطوسي منها العلم يعني من الكيفية النفسانية يعني العلم شأن من شؤون النفس نعم وأرقى شؤونات النفس في البعد الطبيعي لأن النفس لها شؤونات أخرى إلهية تلك خارج عن 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 الطبيعة الأمور الطبيعية تحتاج إلى الدين هذا الدين يأتي ويرفعها إلى شؤون إلهية لا نعم نتكلم على الأمور الطبيعية العادية فالعلم من أرقى شؤون النفس بل أقول هو الأرقى نعم غير شؤونات الإلهية وهو اما التصور والتصديق بينا ان العلم لا ينقسم الى تصور بل متعلق العلم يعني المعلوم بالذات ثم جازم مطابق ثابت اشاره الى اقسام العلم نعم نعم اذا لم تخن الذاكره التقسيم في الاشارات هكذا العلم اما متحقق او لا ليس بمتحقق جهل بسيط متحقق يعني عندنا علم كشفية موجوده نسبة التقابل بين العلم والجهل البسيط ملكة وعدم الملكة دعنا من الجهل البسيط لأنه ليس من أقسام العلم العلم باعتبار التحقق أو عدم التحقق القسمة الأولى ثم العلم متحقق موجود إما جازم وإما لا يعني جازم مئة بالمئة ما معنى جزم ب بالمئة يعني الطرف النقيض منتفي نهائيا إذا قلت مثلا الله حي لا حياة منتفية مطلقا مئة بالمئة منتفية هذا هو الجزم في مقابله يعني دون المئة بالمئة إما فوق خمسين 50% خمسين بالمئة دون الخمسين بالمئة دون الخمسين هو التصديق الوهمي خمسين تصديق شكي الظن يعني فوق الخمسين تصديق ظني الجازم مئة إما مطابق أو لا غير مطابق والجهل المركب ثم تقول له تقول لي شيخنا الجهل المركب لا يكشف فكيف يكون العلم نقول العلم هنا باعتباره كيفية نفسانية ليس باعتبار المتعلق نعم باعتبار الكيفية النفسانية يعني جاء المركب ثم المطابق إما مطابق بدليل أو ليس بدليل ليس بدليل يعني لا يثبت يتزلزل تقليد بدليل يعني تصديق جازم بمئة بالمئة مطابق للواقع بدليل يعني بحجة هذا هو اليقين بالمعنى الأخص التقليد يقين بالمعنى الأعم هذا الذي أتذكره من شرح الإشارات للمحقق الطوسي قدس سره نعم أقول من الكيفيات النفسانية العلم وقسمه إلى تصور قلت لكم الذي يقسم هو المعلوم بالذات إلى التصور وهو عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن يعني تنقلب الصورة من نشأة خارجية إلى نشأة نفسية تخضع لقانونها نعم وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت هذا اليقين بالمعنى الأخص وهو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصورين الآخر يعني تقول الله حي فله هنا جازم وبدليل وثابت لا يتزلزل هذا اليقين فالحياة تكون من... لا حياة تكون منتفية مطلقا عن الساحة الإلهية إيجابا أو سلبا إذا تقول الله حي فانتفت الحياة عن الساحة الإلهية جزما ويقينا وبالمعنى الخاص هنا أو سلبا تقول الله ليس بجسم فالجسمية منتفية مطلقا وإنما شرط في التصديق الجزم لأن الخالي منها الجزم 100% لأن الخالي من الجزم ليس بعلم بهذا المعنى وإن كان قد يطلق عليه اسم العلم بالمجاز وإنما هو الظن إذا كان فوق 50% وإذا كان خمسين خمسين شك وإذا كان دون الخمسين وه وشرط المطابقة لأن الخالمين هو الجهل المركب وشرط الثبات لأن الخالمين هو التقليد أما الجامع لهذه الأقسام كلها الصفات فهو العلم خاصة. هنا تقسيم مشوش ركز فقط على اليقين بالمعنى الأخص أكثر لكن تقسيمنا تقسيمي أنا المأخوذ من شرح الإشارات أجمل وأعمق أعيده العلم باعتبار التحقق وعدم التحقق عدم التحقق جهل بسيط يعني العلم أصلا غير موجود النفس ليست مشرقة بالعلم تحقق يعني القسيم الثاني تحقق يعني النفس أشرقت بنور ربها هذه الإشراقة مئة بالمئة جزم مئة بالمئة أم لا لا يعني لم تصل إلى الجزم مئة بالمئة تقول له أنت تقول النبي معصوم جازم بما بما يقول لا متردد ظن شك متوهم هنا حسب النسبة فوق الخمسين هذا ترجيح أو تصديق ظني خمسين بخمسين شك تصديق شكي هذه كلها أوصاف تصديق ترجيح ترجيح المحمول على نقيض المحمول دون الخمسين وهم تصديقات هذه لا جازم 100% جيد مطابق غير مطابق، غير مطابق يعني جهل مركب، جهل مركب ليس علما، يقول لا باعتبار هذا التلطخ السوداني في نفسه كيان كيان ثبوتي ليس باعتبار الكاشفيه الخارجيه باعتبار التلطخ النفسي بالظلمه حقيقه ثبوتيه وجوديه. مقابل حين يقابل العلم هنا باعتبار حيثية ثبوتية شيء ثبوتي في النفس يقابل العلم ليس كالجهل البسيط الجهل البسيط يقابل العلم ملك وعدم ملك يعني الجهل الجهل البسيط عدم الملكة العلم ملك الجهل مركب بما أنه النفس متلطخة بظلمة يعني بحيثية ثبوتية يقابل العلم قبو... مقابل التضاد يعني تضاد الجهل المركب يضاد العلم المطابق للواقع العلم المطابق للواقع يعني ثابت لا يتزلزل بحجه ودليل وتوجيه معرفي هذا اليقين بالمعنى الاخص يتزلزل وقد يزول هذا هو التقليد ولك ان تعرف الجهل البسيط غي... غياب العلم نعم العلم هو كاشفيه يعني في كاشفيه الواقع الخارجي خارج النفس. جازم علم جازم 100% له أقصى ليس بجازم تقول كاشفيه فوق 50 دون الجزم 100% ظن. 50 من 50 كاشفيه شك. دون ال 50 كاشفيه وهم. هذه اصطلاحات. تروح الى الكاشفيه 100% مطابقه للواقع أو لا ليس مطابقة للواقع جهل مركب مطابقة ثابتة بدليل يقين بمعنى الأخص يعني ترجيح يعني تصديق ترجيح جازم بأن بأن مطابق للواقع بدليل الجازم خرجت الظن والشك والوهم يعني مئة بالمئة ثم مطابق خرجت الجهل المركب بدليل خرجت التقليد فالتقليد ما هو؟ ترجيح جازم 100% مطابق الواقع بدون دليل باتباع مرجعية من المرجعيات الفكرية نعم فهذا قد يتزلزل يجب أن يصل إلى يقينه هو الخاص ولهذا لا يجوز التقليد في العقائد نعم قال وَلَا يُحَدُّ هذا العلم يحد ولا يحد لا لماذا؟ لأن العلم هو نور به ننور الأشياء هو إضاءة ضياء إلهي فهل أنت تنور النور؟ تحصيل لي الحاصل. قال: لا يحد يعني العلم لا يحد يعني لا يعرف بالتعريف التعريف الحدي. أقول اختلف العقلاء في العلم. فقال قوم: إنه لا يحد لظهوره، هذا هو الملاك، لأنه هو وبه نكشف الأشياء. فإن الكيفيات الوجدانية لظهورها، الوجدانية يعني نفسانية ندركها بالشهود لظهورها لا يمكن تحديدها لعدم انفكاكه عن تحديث الشيء بالاخفى والعلم منها نعم اذا امر حاضر عندك انت هل تعرف الحاضر؟ ابدا ولا يمكن تحديدها هذه الوجدانيات لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء بالاخفى يعني انت تعرفه بما هو اخفى منه لانه هو ملاك الإظهار فإذا جئت بشيء العلم ينوره فهو أخفى من العلم لأن يعني العلم نوره فهذا تعريف بالأخفى والعلم منها العلم من هذه الوجدانيات الظاهرة ولأن غير العلم إنما يعلم بالعلم هذا هو الملاك نعم فلو علم العلم بغيره لزم الدور يعني ما ما به صار محتاجا إلى غيره وقال آخرون يحد وقال بعضهم إنه اعتقاد أن الشيء كذا لا العلم ليس اعتقاد لا أبدا العلم كاشفية يعني حتى إبليس عنده كاشفية حتى أبو جهل عنده كاشفية أبو جهل سألوه هل أنت تشك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله قالوا أبدا وهو الأمين أمين أمين قريش كيف أشك في نبوتي قالوا لماذا تحاربه قال لماذا ليست في أنا الحسد الحسد فهو لا يعتقد بنبوة محمد لكن يعلم بها نعم الاعتقاد هو ذلك العلم الراسخ في سويداء القلب فقال بعضهم انه اعتقاد ان الشيء كذا ما اعتقاد انه لا يكون الا كذا وقال اخرون انه اعتقاد يقتضي سكون النفس سكون النفس بامر يستقر في القلب وليس الكاشفيه هذه الكاشفيه الحصوليه حتى الشياطين عندهم ابليس عنده كاشفيه يرى العرش يرى الملائكه ادم وامر بالسجود هذه المرتبه الالهيه الرائعه طاووس الملائكه لا يعلم يعلم لكن هذا العلم لا ينفعه لانه الحسد منع هذا العلم ان يستقر في سوء داء وجوده فكان ظلما فطرد من عالم النور نعم وكلاهما غير مانعين يعني إشكال على التعريف الأول إنه اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا وقال آخرون إنه اعتقاد يقتضي سكون النفس وكلاهما غير مانعين إن من شروط التعريف أن يكون جامعا لكل المصادق ومانعا للأغيار قال وي ويقتسمان الضرورة والاكتساب يعني يقسم العلم إلى ضروري ونظري اكتساب يعني نظري أقول يريد أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري والمكتسب فقط هنا إشارة ضرورية مهمة الضروري هنا قد يكون ضروريا يعني شهوديا لا يحتاج إلى دليل مرة لا ضروري يكون ضروريا لكن بدليل إذن هذا الضروري بمعنى الشهودي وليس مطلق الضروري مثلا المثلث مجموع زوايا 180 درجة يقينية ضرورية لكن ضرورية استدلالية إذا ضروري هنا بمعنى الشهودي الذي لا يحتاج إلى دليل نعم يريد أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري يعني الشهودي يعني لا يحتاج إلى مفاهيم واستدلالات والمكتسب الذي يحتاج إلى عملية فكرية يريد بالضروري من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب لا ما عندنا هناك حركة فكرية ومن التصديق ما يكفي تصور طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر يعني بمجرد أن تتصور الموضوع المحمول تذعن بالنسبة بيقين لا تردد فيه إيجابا أو سلبا، إيجابا وسلبا، نعم الله موجود أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، تقول الله موجود هذا إيجابا، السلب ما هو؟ الله ليس بمعدوم نعم أو سلبا، وبالمكتسب وضد ذلك فيهما يعني يحتاج إلى حركة فكرية إلى طلب إلى جهد إلى حركة فكرية إلى نشاط فكري إذن هذا تقسيم فقط تقسيم لفصل المعاني المعنى الضروري والمعنى غير ضروري يعني النظري المسألة الثالثة عشر في أن العلم يتوقف على الانطباع ولا بد فيه من الانطباع الشيخ حسن زاد أموري هنا لا يترك المسألة تمر هكذا مر الكرام بل الأمر أرفع من الانطباع خليني ابين هذه المسألة المشاة عندهم العلم انطباع ها عندهم انطباع يعني شيء يأتي وتنطبع به النفس يعني يدخل النفس فالنفس تكون قابلة لا العلم ليس هكذا العلم إشراق النفس هي تشرق من ذاتها وهذه الأمور كلها معدات يعني الآن أنا أرى الكاميرا في مقابلي الكاميرا تنتمي إلى الأجسام وفيها اعراض لون و و حجم وشكل وضع أي فهذه الامور انا اتفاعل معها كلها معدات فتشرق النفس بصوره في افقها يعني هي تنتج هذه الصوره لان يعني النفس من امر الله تعالى نعم فتشرق بصوره ليس هذه الصوره تاتي وتنطبع في النفس ابدا هذا مبنى مشاء تجاوز الان نعم ولهذا يقول بل الامر ارفع من الانطباع وقول الشارح لا تحقق لها في الخارج كثيرا ما يراد منه الخارج نفس الامر المهم لا ندخل في الحاشيه إذن العلم ليس انطباع اشراق اشراق يعني شوفنا الان بمجرد اقول لك اتلفظ بكلمه الماس هذا التلفظ الالماس وهذه الذبذبات التي وصلت الى سماء اذنكم مرت بالاعصاب والمخ نفسك تشرق معنى الألماس في ذهنها. أوجدت هذا المعنى في ذهنها. والباقي كلها معدات. أقول اختلف العلماء في ذلك، يعني في كون العلم في انطباع أم لا، فذهب الجمهور الأوائل، يعني الفلاسفة ويقصد بهم المشاء، إلى أن العلم يستدعي انطباع المعلوم في العالم. وأنكره آخرون يعني الإشراقيون منهم المحقق الطوسي والشيخ الإشراق احتج الأولون بأننا قد ندرك أشياء لا تتحقق لها لا تحقق لها في الخارج فلو لم تكن منطبعة في الدين كانت عدما صرفا ونفيا محضا فيستحيل الإضافة إليها لأن هذا دليل على أن ماذا على أن العلم إن طبع دليل ما هو أن ندرك أمورا لا تحقق لها في الخارج يعني اذا هي منطبعه في النفس اذا لم تكن في الخارج اي ما محلها في النفس منطبعه هذا دليل على ان النفس انطباع إيه؟ واحتج الاخرون بوجهين نعم الاول ان التعقل لو كان هو حصول صوره المعقول في العاقل كما يقول المشاء لازم ان يكون الجدار المتصف بالمواد متعقل له نعم يعني الجدار يتقبل صور نعم متصف بالسواد متعاقلة يعني صور منها السواد منها البياض منها الأشكال المتعددة فيكون الجدار متعقل له يعني هذا نفي بالصورة تعرفون الكبرى الإيجابية تنتقض بجزئية سالبة إذا العلم كان مجرد الانطباع فالصور يعني الجدار ينطبع يعني فيه اللون الأسود اللون الأبيض الأشكال المتعددة فيكون عاقلا لهذه الأمور لأن الملاك والانطباع نعم والتالي باطن يعني الجدار لا يتعقل إنه جماد فكذا المقدم يعني العلم لا يكون انطباعا الثاني أن الذين قد يتصور أشياء متقدرة فيلزم حصول المق... المتقدم يعني لها أصحاب لها مقادير نعم طول وعرض وحجم فيلزم حصول المقدار فيه إذا كان الانطباع حصول فيه يعني هذه المقادير البعد والطول يكون في الدين فالدين يكون متقدر فيكون متقدرا والجواب عنه سيأتي علام الحلي لا يؤمن بهذا الأمر سيأتي الجواب عنه المهم العلم ليس انطباع وإنما هو إشراق يعني مبنى المشى صح غير صحيح غير صحيح نعم كان عندنا أستاذ ومن الوجوه البارزة الآن في قم المقدسة وفي المحافل العلمية لأن مدير أكاديمية أكاديمية الفلسفة كان ينصحنا بهذا بهذه النصيحة الجميلة يقول وأنتم في أثناء التحصيل أسسوا لمبانيكم لا تنتظر إلى التخرج بعد 20 سنة 30 سنة حينها تبدأ تؤسس لمبانيك العلمية خطأ اشتباه ممكن الوقت لا يكفيك لا وأنت في طريقة التحصيل والدراسة أسس لمبانيك لكن بيقين وبدليل يعني تفهم الأمر جيدا نعم وهذه نصيحة جدا جميلة يعني الآن العلم ليس بانطباع إشراق خلاص عندنا مبنيان يعني. المبنى الصحيح هو الإشراق بأدلته وبعمقه ولوازمه أتبنى خلاص انتهى الأمر لا أنتظر ثلاثين سنة حتى أصل إلى سن الخمسين سنة أو أكثر ثم أقول أنا أتبنى هذا المبنى لا الآن الآن وأنت في التحصيل اقتنعت بأن العلم ليس انطباعا وإنما هو إشراق من النفس يعني النفس هي التي تحدثه وتخلقه بإذن المولى تعالى فأخلص تبنى نعم قال وفي المحل المجرد القابل أقول هذه إشارة إلى الجواب عن الإشكالين وتقريره أن المحل الذي جعلناه عاقلا مجرد من المواد كلها يعني هذا نقاش مبنائي الجدار ليس مجردا ونحن نتكلم في النفوس النفوس مجردة فأنت جئت بنقض بجزئية وهي الجدار كيف تنطبع فيه الألوان والأشكال فيكون باعتبار الانطباع يكون عاقلا للسواد وعاقلا للأشكال لا الكلام الكلام هنا مبنائي يعني نحن ننطلق من النفس المجرده وليس من المواد نعم والمجرد لا يتصف بالمقدار باعتبار حلول صورته فيه فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون مقدارا جيد هذه فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون مقدارا عمل تحتها خط هذا الذي أشرت إليه في بداية الكلام أن الواقعات الخارجية إذا دخلت في أفق النفس دخلت بمعنى يعني تهيأت المعدات فأشرقت النفس بهذه الصور في أفقها فهي تنتمي إلى نشأة أخرى هذا المقدار الخارجي من الامتداد والحجم انساه لأنه يعني في أنت في نشأة أخرى مثل الرؤية الرؤية تدخل في عالم المثال المتصل هناك نشأة أخرى أصلا لا زمان ولا مكان وحركة من ليس بهذه كيفية إذا دخلت إلى البرزخ الصعودي وهو صعب جدا من أصعب الأمور الأمور إنسان يطلع على البرزخ الصعودي يعني حال الأموات الآن إلا إلا ذوي النفوس الكبيرة فهذا العالم المثال المتصل الصعودي في مقابل عالم المثال الصعودي فهناك نشأة أخرى صار نشأة أخرى زمان ومكان وهذه عناصر والمواد كلها غير موجودة هناك أبدا نعم فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون مقدارا، لماذا؟ لأن النشأة غير النشأة الخارجية. وأيضا هذه الصورة القائمة بالعاقل حالة في محل قابل لها، فلهذا كان عاقلا لها. يعني التعقل ما هو؟ حضور هذه الصورة في أفق النفس. طبعا هذا الحضور حضور إشراقي، حضور إشراقي وليس انطباعي. أما الجسم فليس محلا قابلا للتعقل السواد، لماذا؟ ليس بمجرد. فلا يلزم أن يكون متعاقل له يعني الكلام كل الكلام تشخيص الموضوع هو النفوس المجردة يعني الموضوعات المجردة ولا تأتيني بمادة ثم تقول انطبعت فيها الألوان والأشكال فكيف فتكون عاقلة لا الجدار خرج خرج تخصصا من النقاش نعم نعم ما زال شوية وقت قال وحلول آه المثال مغاير أقول هذه إشارة إلى كيفية حصول الصورة في العقل المشاة يقولون انطباع الإشراقيون والحكمة المتعالية يقولون إبداع نفسي لكن متى يبدأ تبدع النفس إذا عاشت الاحتكاك بدون الاحتكاك لا يمكن نعم هذه إشارة إلى كيفية حلول الصورة في العاقل يعني في النفس العاقلة يعني النفس المدركة وتقريره أن الحال في العاقل إنما هو مثال المعقول وصورته يعني الشيء الخارجي يدخل إلى نشأة أخرى سماه مثال المعقول نعم وصورته لا ذاته ونفسه لاحظت يعني ليست التفاحة الخارجية في ذلك مثل المرآة لماذا الله تعالى في عنايته أوجد المرأة حتى نفهم من المرأة أمورا كثيرة أمورا كثيرة المرأة تنعكس فيها التفاحة فالتفاحة في المرأة ليست تفاحة واقعية وإنما هي تفاحة مرأتية لها كيان مرآتي وليس لها الكيان الخارجي فلا تؤكل ولا تشم ولا تلمس كما تلمس التفاحة الخارجية نعم إلا أنها لها خاصية تشير إلى التفاح الخارجي يعني تعكس التفاح الخارجي يعني تحكي التفاح الخارجية. نعم ويقول لا ذاته نفسه إياك أن تخلط بين النشآت فتأتي مسألة الانطباع انطباع الكبير في الصغير هذه الأمور البائسة التي ردها العلماء ولهذا تجوزنا حصول صورة الأضداد في النفس، نعم. ولم نجوز حصول الأضداد في محل واحد في الخارج. نعم. هذا دليل على أن النفس واسعة أفق واسع. نعم، يعني الحرارة تضاد البرودة. لا يجتمعان. في محل الحرارة لا تكون البرودة والبرودة لا تكون الحرارة. اليبوسة لا تكون الرطوبة، الرطوبة لا تكون اليبوسة. تضاد. يعني تنافر وجودي. تضاد وجودي النفس لا النفس تدرك الحرارة في حين إدراكها للبرودة وتدرك اليبوسة في حين إدراكها للرطوبة وهذا شيء عجيب دليل على ماذا؟ على التجرد أو السعب بكثير لأنها من أمر الله تعالى فهي هكذا ولهذا أقول لكم من أجمل الدروس من أجمل العلوم هو علم النفس سواء كنا في علم النفس الميتافيزيقي أو علم النفس الذهني يعني انه شرح, شرح الذهن نعم هذه امور جدا جميله نعم ولهذا يقول ولهذا جوزنا ماذا حصول صورة الأضداد في النفس يعني في النفس عندنا برودة ويبوسة نعم جيد هذه البرودة الحقيقية لا برودة في نشأة أخرى نشأة النفس ولهذا تجتمع هذه الأمور ولا تجتمع في الخارج ولم نجوز حصول الأضداد في محل واحد في الخارج لا يكون الشيء في الخارج باردا وحارا في الآن نفسه ولا يكون يابسا ورطبا في الآن نفسه فعلم أن حلول مثال الشيء وصورته مغاير لحلول ذلك الشيء يعني إشارة إلى النشأتين نشأة النشأت الخارج غير النشأة النفسية إذا يجب أن ندرس هذه الأشياء في نشأة نفسية بطريقة أخرى فأنا تفادى كثير من المشاكل ولما كان هذا الكلام مما يستعان به على حل ما تقدم من الشكوك ذكره عقيبه الشكوك كثيرة عقيبه يعني عقيب الكلام الأول يعني الانطباع والإشراق نعم قال ولا يمكن الاتحاد يأتي إن شاء الله واللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد